خلينا نعلق على الصور. شنو الصورة؟ الصورة كان في العنف ضد العنف اللي انشهر في يوم مميز كان كرمال العنف ضد الامرأة. كان لازم نصور، كان لازم نعمل فوتوشوت قريب لهذا الشيء وتحكي اللي بيصير مع تعنيف لازم تقول عنه. رسالة واضحة من خلال الصورة مبينة طبيعية كتير. بدنا نشوف نحن وياك صور للممثلة ليلى علوي. سوالف نسوان ما رح تخلص. أوكي. مش أنت مصورون. أوكي. وبدنا رأيك فيهم. عم نشوف صورة الممثلة ليلى علوي. طبعا وين ملامحها؟ أخذوا ضجة كثير كبيرة. إي قال ليلى علوي. أوكي. شو رأيك؟ بعتقد خبرتها هي عندها صور كلاسيكية كثير، حبت اليوم تنتقل للمرحلة اللي هي مسموح تعمل هذا الشيء بس مش مسموح تضل تعمله كل الوقت، يعني قصدي فترة بتمرق وهذه الصور هي بحق لها تحتفظ فيهم، بحق لها تنشرهم، وهي شايفة حالها حلوة، أهم شيء هي تكون مقتنعة. وشو رأيك بصور الفنانة الكبيرة جوليا بطرس؟ آخ كان لازم تلعبها قبل 10 سنين، ما بعرف انتقدوها بهيدي الصورة إنه ما فيها كثير أنوثة. انتقدوها إنه ما فيها كثير أنوثة. هي هون الصورة كونسبت، يعني صار في مود على اللايتنج، على الحيط، على نوع الكرسي، على نوع اللبس، فمش قصة أنوثة، فيها تحدي كمان، فيها كبرياء لا شك. أنا بحب النوع ده من الصور، وبحق لها كامرأة بحق لها تبرز اللي بدها إياه. شوف الحين أنا أنت بتصورني أوكي؟ أعطيني يعني شوف أنا لأني متعودة على الصور بس ما أحب الصور وايد ترى أنا عشان تكون مثلي بالصورة. مثلي صديقتي. أنا إيد الخصر ما بحبها. بلا إيد الخصر. إيه أوكي. استعملي إيديك. أنا ما عندي خصر صح طنز. لا بس حاولي اعملي اللي بدك إياه فيك تعملي. هيك ما بقدر كأنه فيك نزلون هيك نزول فيك تفتحيهم. هيك يعني. مثلا جنابي فيك تحملي شيء. يعني عطني شلون أسوي إذا بصور ألبوم ولا شيء. ألبوم لا حناخد نحن كفر من فوق كلوز أب. على الكتف اعلى شوي بدنا نعلي الدقن. اي صح ضروري كل يقولوا لي علي الدقن بس ايه مشان ناخذ هذا العين بس لازم توضح الشفاف مرتاحين لحظه هيك تم بده يكون ريلاكس تم يكون ريلاكس